سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى دائما تكونوا في احسن الاحوال. كيف وصلتوا مع التحضيرات ديال رمضان؟ اليوم ان شاء الله غنوجد لكم انا لي ميني بيتزا، هذوك الصغيرين لي بيتزا الصغار، تنوجدوهم على تيساع وتنخلوهم يعني تيطيبوا غير نص طيبه وتيبقاو في الفريكو. اون فوا في رمضان ان شاء الله تبغوهم يعني تخرجوهم الفريكو ويجيكم ساهلين تعملوهم باي حاجه بغيتو. وها انتوما موجدين لي بيتزا ديالكم بلا ما تبقاو في رمضان عاد تبداو تعجنوا عاد تبداو يعني تنقصوا عليكم شويه الخدمه. بون، بالنسبه للمكونات عندي هنا جوج زلايف ديال دقيق فوس، كاس ديال الفينو، دقيق الفينو، هنا عندي زعتر، ملعقه ونصف خميره فوريه، عندي ماء دافئ باش نعجنوا، عندي ملح، عندي جوج معالق كبار ديال نيتو الحليب المجفف، وعندي الزيت البلديه تقريبا اكثر من نصف كاس. صافي، هادشي اللي كاين. دابا نبداو العجين نعجنوه. دائما نواشيف هادشي مزيان، زيدو مليحة، بالنسبة للحليب المجفف من الأحسن، الأحسن يكون لأن تعطي واحد الرطوبة، واحد تجي رطبة، رطبة بزاف هاد لي ميني بيتزا. ندير خميرة، ندير زعتر، دابا ندير الزيت البلدية، يعني بالنسبة لي أنا بيتزا بلا زعتر وبلا زيت بلدية ماشي بيتزا. تعطيهم واحد النكهة رائعة. صافي، نخدمو هادشي هاكا مزيان، تعجب، عاد نزيد الماء. صافي، عاد نزلها هنايا فوق سطح العمل. صافي البنات، من بعد ما دلكتها دابا عنديها في شي بلاستيكه، عندهن يديا شويه بالزيت البلديه، نعملها هكذا في بلاستيكة، نرجعها نيت البول،
عنديها في الثلاجة ربع ساعة حتى نصف ساعة، غنشوفها الا ضعفت غنخرجها باش نبدا صافي نخدمو لي بيتزا ديالنا. البنات عجينتنا ها هي ضعفات، دابا ناخد باش نبدا نصايب لي ميني بيتزا. قطعها على زوج بحال هكا تجيني ساهله في الخدمه، ونقطع هذه في البلاستيكة ديالها. صافي نبداو نعملو واحد شويه دقيق هنا. نسبحوا العجين ديالنا، صافي ها هو. ناخذ القص هذا، اللي بغى صغار منه راه يعمل صغار منه. انا اصلا عندي هنا زوج ولكن قلت هذا حسن. الطاوة ديالي هاد الشيء تنديروه هكذا وتنرجعو البلاستيكة من عنجبد نخدم بهذيك القطعة الثانية اللي بقات لي، غتكون هادي ارتاحت مزيان. صافي تتاولي نوضعهم في الطاوة، غتشوفوا انا غنكمل دابا كلشي العجينة كلها وغنرجع معاكم. صافي البنات من ساليت الطاوة ديالي كاملة، دابا غناخد فورشيط وغنعملها بحال هكذا باش ميتنفخوش. ومباشرة ندخلهم يطيبو، وبالنسبة للطياب راه غيكون غير نص طيبة لأن مازال حنايا من عنبغوهم إن شاء الله ونعمروهم غندخلوهم يطيبو، يعني نطيبوهم غير نصف طيبة، يعني بحال البيتزا اللي تتلقاو في المحلات التجارية بحال مارجان كارفور أسيما تتلقاوهم غير نصف طيبة، ومن بعد حنا من تنعمروهم تنكملو الطياب في الفرن. صافي دابا ندخل الطاوة ديالي طيب. البنات كيفاش تشوفو هما لي بيتزا طيبتهم نص طيبة، تندير دايما شي منيديل وتنحطهم هنا. دابا ناخد فيلم اليمونتيغ وغنبدا نونبالي فيهم عاد باش نديرهم في الفريكو. صافي البنات كيف قلت لكم تنبدا نونبالي لي ميني بيتزا في فيلم اليمونتيغ، ما عندوش فيلم اليمونتيغ يدير غير بلاستيكة عادية ديال التلاجة. صافي بحال هكذا غنستمر حتى نسالي لي ميني بيتزا كلهم. صافي البنات من بعد ما ساليت لومبالاج غتديو الكميه اللي نتوما محتاجينها، اما ديروهم في بواط، انا عنديهم في بواطه بحال هكذا، مازال يعني كل مره نرتاح شويه ونزيد مازال كميه اخرى، هادشي اللي غيقد ان شاء الله لرمضان. وسميتو واللي ما عندوش ما بغاش يدير بواطه بامكانكم غير ساشي بحال هكا وتعملوهم هنا وتبقاو كل مره اللي احتاجيتو شي حاجه وتخرجوها من الفريغو. صافي حبيباتي نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم وان شاء الله تجربوهم، وما تنساوناش دائما من الدعم والاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد. شكرا لكم والى اللقاء.